معروف ان المغرب ومصر دايما هم اخوات، دايما بيساندوا بعض. دايما المغرب لما بتكون موجوده في سواء في بطوله او في كاس، دايما المصريين معاهم قلبا وقالبا. واحنا كمان بنشوف ان احنا لما بنكون في بطوله او في كاس، المغاربه اخواتنا حبايبنا، دايما بيكونوا معانا ومساندينا قلبا وقالبا. مفيش فرق دايما بين المغرب ومصر. واجب مش دين ولا حاجه، كان واجب علينا ان احنا نشجع المغرب، والمغرب شرفنا. اليوم احنا موجودين في طنجة بنستقبل النادي الاهلي، وانما الى علمنا ان جميع التذاكر نفذت، لان المغاربه بكل حب وبكل تكافل بيحضروا ويشجعوا نادي القرن، النادي الاهلي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان نادي الوداد اللي كان سبب ان بسبب ان اقامه البطوله في المغرب، ان النادي الاهلي يكون مشارك في هذه البطوله، ان الناديين يحققوا لنا طموح كبير، ولما لا بعد اللي شفناه من المغرب في كاس العالم الاخيره. نتمنى تكون هذه البطوله في المغرب في الرباط وطنجة فارقة 2023، وتجمعنا ولا تفرقنا إن شاء الله. أنت قلت كلمة عظيمة قوي، وهي بتعبر عن أن الكرة العربية قدرت تزيد من وحدة الشعوب العربية. أنا كنت في غاية السعادة لما وصلتني صور من مصر للراية المغربية وهي تباع في قلب القاهرة، في قلب القاهرة. ده حدث أنا أول مرة لحياتي أشوفه، وكان حاجة غاية في الروعة بالنسبة لي. وده اللي بسببه الجهود بتتوحد دائما. النهاردة لما بنلاقي الإخوة المصريين خلف الإخوة والأشقاء المغاربة في بطولة كأس العالم، اللي قدر المنتخب المغربي يغير مفاهيم كتيرة قوي في الكرة العالمية والعربية، شيء عظيم. كمان المركز اللي قدر يوصله المنتخب المغربي بريادة وبإدارة المدرب الجميل اللي قدر يغير مفهوم عظيم في الكرة العربية، دي رونية وليد الرجراجي، كان من الحاجات اللي خلتنا نيجي ونكون سعداء ان احنا موجودين مع اهلنا واخواتنا واحبابنا المغاربة هنا من امام مطار ابن بطوطة لاستقبال فريق النادي الاهلي. سعيد ان انا الحقيقة موجود هنا بين اهلي واخواتي المغاربة، وبوجه خالص تحياتي وخالص شكري حكومة وجلالة الملك وشعبا والناس الإخوة في الأمن، بجد الله يكون في عونهم وتبارك الله عليهم. الأهلي في بلده الثاني، ما فيش أي فرق، وكان حلم بالنسبة لي اللي هو يجي يلعب هنا في طنجة، عشان أنا مولودة هنا في طنجة.